الاهلي يهزم بتروجيت بهدفين مقابل لا شيء لمحمد مجدي قفشه ومحمد عبد المنعم وتاهل لنهائي كاس مصر 2021. الف مبروك كابتن شريف، يعني فوز متوقع. الف مبروك كابتن. اداء اخر 10 دقائق هو ده الاداء اللي هو تقدر في الحاله اللي انت فيها دي تريح اللعيبه وتخرج من المباراه دي كسبان بابسط الامور يعني. وتقدر تخرج من غير كمان اصابات او اي حاجه تعطلك في الشكل اللي جاي. انا وانا بتفرج على المباراه دي ما يجدع بيها خالص يا كابتن ايمن. كنت بتفرج على حاجه ثانيه؟ لا انا بشوف المباراه الجايه. انا بتخيل شكل ووضع الملعب ده مع الجونه ومع الزمالك يوم 21. واضح على لعيبتك ان هي بتأدي بابسط الامور. يعني مش عايزه يبقى فيه زياده، عضلاتهم مش جايبه اكتر من كده. هديك مثل، علي معلول رجليه بعضلاته بالفكر بالبتاع هو ده. ساعدوني 1 2 3 4 قفشه سلية الكره هي اللي تجري. الفرقه دي كلها محتاجه هذا الشكل. الفرقه دي كلها محتاجه ان الكره هي اللي تجري، ان انا اتحرك لزميلي بسرعه، وده مش هيواكب الا اذا كان حالتك البدنيه كويسه. فتعالى يعني معلش استحملوني شويه، تعالى بقى نشوف الناس اللي نزلت تاني تايم. صلاح محسن بالتحديد يعني وحسام حسن، ماشي، دول ورقتين انا يمكن في الماتش الجاي اعتمد عليهم، هلعب بيهم اساسا، اعتمد عليهم بدري. كويس. إيليو ديانج خد النهارده 70 دقيقه وعنده 20 دقيقه لعبها، فاعتقد انه هو مؤهل انه يكون مكان حمدي فتحي في المباراه الجايه. بالنسبه لسولية غصب عنه الراجل ستريتش يعني خلاص، يعني لو عمل السبرنت 20 30 يارده مش هيبقى موضوع كبير قوي، يعني مش سهل يعني. بقيه الفرقه هي ظبط وربط من الفرجه اللي اتفرجها المدير الفني الجديد، اكيد ليه بقى شكل مع طب ما هو يعني حاله الديفنس بالنسبه لعمرو السولية. بالنسبه لعمرو السولية يعني الفترة اللي جاية مثلا ممكن يريح شوية، ممكن يلعب، ممكن زي ما ديانج كده قعد شوية ويريح شوية. بس انت المشكلة عندك في حمدي فتحي كمان، حمدي مش سليم 100%، مش سليم 100%، ده مش حمدي، حمدي بياخد الكورة وعايز يخلص منها يديها لأي حد يشوفه، مش المبتكر اللي بياخد خطوتين ويدوس ويروح زيه زي لعيبة كتير خايفة تغلط. المرحلة كلها بشكلها الخوف على النتيجة دايما موجوده جوه الملعب، الخوف على الخطا، انا بخاف عشان اغلط فبغلط. ايوه بس انا كمان ما عنديش الامكانيات ان انا اواكب السرعات اللي الجماهير وانا وانت وكلنا بنفكر فيها. يعني عايزين نشوف يوم 21 ماتش لعيبه واقفه على حالها. طب ازاي دي شغله، دي مهمه كبيره جدا. عندك كل 3 ايام ماتش في الدوري، عندك ماتش كل 3 ايام بمسميات، وانا مش دعوه الجونه بيراميدز فيوتشر انا ما كلهم زي بعض بالنسبه لي. انا بدور على نتيجه، بدور ازاي سيستم يا ايمن العب مع الفرقه دي واكسب. فمش عايز العنجهيه، مش عايز انا فلان، لا هي مش فلان بقى، هي انت بتدور يا كابتن على مكسب بس ولا مكسب واداء؟ انا بدور على المرور من مرحله مكسب، مرحله اصابات واجهزه عام، لعيبه كلها خارج حدود الخدمه، دي مش لعيبه النادي الاهلي او مش النادي الاهلي، اللعيبه دي مظلومه. ايوه بقول لك بجد. احنا قاعدين واحنا بنتفرج، انا ممكن اقول ايه ده، ايه اللي بتعمله ده؟ ايه مش انت مش قادر ده، فاهم قصدي؟ انما الحقيقه موجوده فين؟ ان لعيبتك دي كلها مجهده، حتى محمد عبد المنعم اللي جاب لك جون حلو قوي النهارده، عجبني الجون بصراحه يعني. حلو قوي ده، لسه جاي من اصابه. ايوه مش جاهز بنسبة 100%، بيجهز ويروح، ومطلوب منه النهارده انه اساسي. ايوه مش دخل مثلا هاف تايم، لا ده اساسي 90 دقيقة. ها لازم يبقى محمد عبد المنعم اللي هو كان في المنتخب والحالة اللي احنا عارفين عنه، وما يغلطش وما يعملش، اللي جنبه لازم يبقى زيه، بس اتعور ياسر، نزل ايمن اشرف، عندك ربيع هيبقى له دور برضه، وسيبك من الخطأين والكلام ده اللي يقول لك
انت تملك لعيبه معينه، هي دي اللي تملكها، لازم تحافظ عليها، هي دي اللي هيفرق معاك ال 20 دقيقه وثلث ساعه والربع ساعه والنص ساعه في المباريات اللي جايه كلها. الترن النهارده جاء فيك ضربه جزاء واتصدت الحمد لله، لو كنا 1-1 هتلاقي في عمليه نفسيه مالهاش اي لازمه في الملعب موجوده، مع انه ماتش سهل جدا زي ما قلنا، انا وسام هنكسب 4-5 زي ما انت عايز، زي ما انت عايز تروح على الجول. بس كمان عدم جاهزيه اللعيبه واصابات اللعيبه، واللعيبه زي ما بقول لك تعبانه، ها مش عارفين يفكروا، عايزين يخلصوا من الكوره. وبابسط شيء يكون مثلا ايه الحاوي قفشه وليد، انت فاهم قصدي، هو المبتكر، هو اللي يعرف يطلع واحد الناحيه الثانيه سوليه على فترات. عايزين اسهل حاجه نكسب بيها، اسهل حاجه نكسب بيها، هو ده الوضع اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي. ليه؟ لان لعيبتك الحقيقه لعيبتك مطحونه. ايوه بصراحه انا اعرف مين سوليه واعرف مين مجدي قفشه والشحات وطاهر، طاهر النهارده بيموت نفسه عشان كوتش جديد والكلام ده، وبين له ان هو بيقدر يجري وبيقدر يدافع ويقدر يهاجم ويقدر يعمل كل ها. فانما كونكلوجن كله الحاله كلها هو بابسط من كده، 1 2 وسبرنت وعرضيه 1 2. الماتش اللي فات اللي غلبناه اللعيبه دي كلها كان عندها تركيز اكتر من كده، بس من 48 ساعه ل 48 ساعه ل 48 ساعه احنا لازم تبقى في عمليه تدوير كبيره جدا على عاتق الراجل اللي جاي الجديد ده. اديك شافه بقى، سيبك انا عادل وانت وانا واسامه قعدنا نقول هيقف على الخط النهارده يتفرج، ومسؤوليته هو ولا مسؤوليته، اهو النهارده مسؤوليته وكسب وايده ورجله وكل حاجه دخلت في الحكايه خلاص. هو بقى صاحب المسؤوليه دلوقتي، تعرف عليهم كلهم في مباراه زي النهارده، عمل تغيير النهارده كان هيغير، لا محمد شريف هيجيب جول، استنى عليه شويه نفسيا. ايوه الراجل بيفهم يعني، كانت لقطه كويسه كده او كده، او اللعيبه اللي نزلت لازم اللعيبه اللي تنزل دي هي دي الملاذ بتاعك الدكه. فاكر واحنا بنتكلم في الاول قلنا عندنا دكه كويسه قوي، هي فعلا دكه كويسه. ايوه هي صلاح محسن وديانج وايمن اشرف وحسام حسن ربيعه، سيبك من الولاد الصغيرين كريم وفؤاد وزياد، يعني عندك لازم تغير. ها ايه اللقطه يا كابتن اللي احنا حضرتك بتتكلم عليها؟ دي كان هو كان في اللحظه دي هينزل حسام، يا لو حطها بيمينه ما كانش خرج كمان، وبعدين قال له لا هو قال له استنى عليه بقى بعد الكوره دي، قال له مش عشان ضيعت كوره انا هغيرك يعني، حاجات في الكوره بقى. هو كمان شريف كان متضايق من نفسه في الكوره دي، فالراجل قال لك استنى عليه شويه ما طلعوش دلوقتي، حاجات في الكوره. انا يعني عشان ما اطولش عليك بتفرج على المباراه النهارده، تعامل نفسي وبشوف الماتش الجاي انا بشكل عامل ازاي، اذا كنت بلعب قدام بتروجيت يعني باحترامي ليهم يعني ادوا اكتر من المفروض يادوه النهارده، انا هعمل ايه الفتره الجايه. هي هو ده الحكايه اللي لازم نعيشها، هنخرج ازاي من المرحله دي مش خسرانين، عارف زي ايه؟ لا ما هو مش خسرانين يعني كسبان كل الماتشات. عارف زي خسرانين. ايه؟ ايوه سيستم. ايوه ماتش بيراميدز يا مقفل ومحدش بيهددك، هتلعب كل ماتشات وتستغل سرعاتك، انت دلوقتي تحت بص اوعى تفتكر هتلعب على 5 دقايق 10 دقايق وهتتعور. عندك مساحات وعندك فراغات. النهارده اول تايم احنا النهارده اتقطعت لما تقطع مننا الكوره بتحصل اهتزاز كده، ليه؟ لان اللعيبه مش كل واحد واقف على حيله، ده كلهم متعورين وكلهم مش قادرين يعملوا فول سبرنت وكلام من. فهي المرحله دي في مستر ريكاردو يشوف بقى هيتعامل ازاي هو والطقم بتاعه مع اللعيبه المجهده دي كلها، لان مش هو ده النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي دي سبرنتات، وعلي معلول ده بيعمل له بتاع 15 كره في العرضيه في الماتش، بنجيب منها 2 جولين مثلا. واخر جمله ليا، انت ليه بتلعب معلول؟ وليه بتلعب طاهر محمد طاهر؟ وليه بتلعب محمد شريف؟ كل واحد عايزين منه واحده. واحده فقط في ال 90 دقيقه. انا عايز من محمد شريف واحده، عايز من طاهر واحده، عايز من حسين شحات واحده، عايز من علي معلول واحده، اكسب 4-5. فهمتني؟ اللي كان بيتقال لنا زمان احنا انزلوا كل واحد يلعب واحده يا بلال، تلم انت وتروح واخد وشايط، تروح جايب لك جولين ثلاثه بقى تفتح نفسك في كوره، والثانيه تروح مكرر ومدبلر. هو ده الكوتش اللي يلمك بقى بسرعه، ويعرف بلال ويعرف محمد شريف ويعرف
كوية اللعيب ده ايه؟ امكانيات اللعيب ده ايه؟ هو شغاله ازاي؟ وقد ايه؟ هياخد وقت في كده؟ لا خلاص انا النهارده شفت هو اللي هياخد وقت فيه التعرف على الاخر على المجهول وما يعرفش مين الزمالك ولا يعرف مين الجونه هيجيبوا له فيديوهات يجيبوا له حاجات يشوفه يتفرج ممكن يتخض لان الجونه بتبني هجمات مش 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 بتروجيت فهمتني؟ هيشوف الزمالك هيلاقي فرقه واقفه على حيلها وبتسحب وبتاخد الكوره وما اعرفش ومفيش حاجه عليهم كسبوا اهو الناس بتسقف لهم اتعادلوا هيقول لك انا ما عنديش اصلي سكواد وما عنديش هم دول اللي بلعب بيهم والاعذار كلها موجوده لهم هم خدت بالك؟ لا ما هو ماتش كاس كمان خلي بالك ما فيهاش لا سيبك ماتش الكاس انا بتكلم في الكاس لا لا ده انا بتكلم في العموم هو هيتفرج على الزمالك كتيم بيلعب في الدوري بيلعب في الكاس بيلعب في اي حاجه ف هيلم كل الحكايه مجهود كبير قوي على الراجل 48 ساعه لازم اللي معاه يشتغلوا كمان معاه يتناقشوا كتير يسمع سيد عبد الحفيظ يسمع الطقم المصري كله اللي موجود يسمع ويسمع الحكايه كلها ويبص هنا يبان بقى معدن الكوتش اللي موجود ده جود لك ومبروك النهارده وبالتوفيق يا رب كبسامه الف مبروك الاهلي فاز باقل مجهود زي ما كان متوقع في بدايه الماتش بس احنا يمكن انا واحد من الناس كنت متوقع السكور هيبقى اكبر من كده ولكن جبنا جون بدري حلو قوي لقفشه في الدقيقه 8 واللعيبه ابتدت تريح او احساسها ان الماتش سهل او ما تفهمش يعني رغم ان قلنا دوافع كتير موجوده بوجود المدرب الجديد بالهزيمه اللي فاتت تملي الهزائم بتدينا دوافع قويه لكن الشوط الثاني نسبيا الاداء اتحسن شويه يمكن صلاح محسن نزل ناحيه الشمال عمل حركه شويه هو وحسام حسن عملوا حركه وحسام فلاح برضه قل مجهوده البدني كتير الشوط الثاني برافو زي ما كان كابتن شريف بيقول في الشوط الثاني هتحصل كرامبات وهيحصل تعب وهيحصل مش هيقدروا بدنيا ودي حقيقه لان الناس دي زي ما قلنا ناهيين الدوري يمكن من اكتر من شهر وبيستعدوا للموسم الجديد الصفقات عندهم لسه ما اكتملتش يعني هو كان بيلعب ماتش يعني للشهره تقديم. يعني انا متاكد ان من جوه لعيبه بتروجيت متاكدين ان الاهلي هيكسب المباراه لاسباب كتيره يمكن هم لو اثناء الموسم حتى لو هم في درجه تانية واثناء الموسم والموسم شغال وبتاع يمكن طموحهم كان يزيد لكن هم في فتره كانت المفروض فتره انتهاء دوري بالنسبه لهم وتغيير يعني لعيبه مشيت ولاعيبه هتيجي والكلام دوت يعني حاجات كتيره فاقصى امانيهم ان هم كانوا يؤدوا شكل حلو خاصه ان هم بعاد عن الصوره بعد ما نزلوا في الدرجه الدوري الممتاز به السنه اللي فاتت ماتش النهارده بيتذاع في التلفزيون مع اهم فرقه في مصر فهم بيحاولوا كده لكن يعني مقتنعين بالهزيمه بس هي انك تقلل الهزيمه ازاي او ما يخليش شكل وحش قوي فالشوط الثاني بدنيا قلوا نسبيا يعني عملوا اللي عليهم على قد ظروفهم اللي محطوطين فيها النادي الاهلي ابتدى اكتر من فرص بتتخلق له شريف ضيع واحده سهله قوي اللي هي بالشمال دي اللي قبل ما يتغير صلاح محسن في واحده رايح انفراد كان لو قطع لجوه كان خد ضربه جزاء او راح طلع لبره الراجل قطع معاه اكتر من كوره حسام حسن تسديده وكذا كورنر فالنادي الاهلي كسب بكل بساطه لكن مش الاداء المقنع متوقع. لينا يعني مش اداء مقنع لينا ولا متوقع ماشي يعني انت عشان دي اللي انت بتقول عليها دي لو هو لو قطع للعمق حجم اتنين يا المدافع هيضطر يشنكله يا هيروح يجيب جول يا اما هيروح يجيب جول او هينفرد يعني ماتش الزمالك راح لم الجول وراح حاططها بشماله جوه مظبوط فاكر الماتش ده ايوه فهو دي كان لازم بسرعه وهو سريع لو زق لجوه حط جسمه كان الراجل يا ريت يجيبوا لنا الكره بتاعت الزمالك يعني دي كانت لازم تتزق بقى لجوه كان الراجل المدافع لحقه في اخر وقت اللي هو رقم 26 احمد رضا وطلعها كورنر فالاداء نسبيا اتحسن شويه الشوط الثاني طبعا الكورنر اتعمل كويس ومحمد عبد المنعم جاب هدف كويس واللعيبه ابتدت تدور الكوره بقى بان هي بتنهي الماتش لكن يعني انت قلت كلمه هل المكسب ولا الاداء
الطبيعي الطبيعي ان جمهور الاهلي عامه مستني اداء ومكسب، الاثنين متلازمين. احيانا في بعض المباريات بتاديها عشان تكسب والاداء ما يكونش حلو قوي ماشي، لكن ده مش يبقى السمه الطبيعيه بتاعه اقول انا المهم اكسب واقعد 10 ماتشات اقول المهم انا اكسب. ما هو انت هتكسب، انت النادي الاهلي هتكسب، ما انت الفرق الثانيه غالبا اقل منك، انت هتكسب. بس هو المنطقي والطبيعي ان 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 على مدار سنيننا بنلعب كويس وبنكسب وباداء ممتع للناس، ده 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 الطبيعي في كره القدم. وكمان بالنسبه لنا احنا كنادي اهلي اهم فرقه في افريقيا، لكن احيانا بعض الاوقات هتجيلك بعض المباريات تكسبها وادائك مش حلو ماشي، لكن ما تبقاش يعني انا اقصد ايه عرف يتقال احنا نلعب الاداء ولا المكسب. لا، هو الطبيعي الاثنين يرتبطوا ببعض، لان غالبا الاداء السيء غالبا الاداء السيء بيؤدي الى نتائج سيئه. الاداء السيء يؤدي لنتائج سلبيه. فنتمنى ان شاء الله ان مع الوقت ومع مستر سواريش يعني يبقى موجود ومتواجد ويستكشف الفرقه، ان نبقى مجمعين بين الاداء الكويس والمكسب. لكن النهارده فوز سهل ومستحق طبعا. كابتن عادل معانا الهدف الاول، هي كانت تمريره من نبداها من البدايه. بص من ياسر العالي دخلت الدفاع، رغم ان الدفاع واقف وقفه جيده على فكره، ومراقبه كويسه، الخمسه اللي ورا واقفين خطواتهم كويسه، لكن تيجي هنا النادي الاهلي والباص والتحرك اللي هو بتاع قفشه كان جيد جدا. اهم ما في الموضوع الاستلام كمان يا كابتن، استلم والتهيئه على الشوط والتصرف بعد كده. التهيئه على الشوط اهم نقطه، ما بعد التهيئه بقى، ما بعد الاستلام، ودي مهمه جدا. اهو استلم قفشه، عنده ميزه كويسه قفشه، شوطه مش قويه ولكن مظبوطه، دقه عنده دقه كويسه. الحركه بتاعته انا شايف التكنيك الحركي بتاعه الاهم اختراقه جوه ال 18. يعني لو جبتها من الاول الخطوتين اللي خدهم جوه ال 18 ده المهم، دي حاجات في قفشه بقت مهمه وبقت كويسه. قفشه كان هي كابتن هي دي التحرك ده، بص لو شفتها من الاول تلاقيه هو مشاور على المكان معلول ومدي شاور لمعلول على المكان اللي العب، بص اهي اقف كده فبرجعوا لحظه نرجع تاني. هو بيشاور اهو، اهو المشاوره دي. أيوة هو بيشاور على المكان اللي هو عايزها في الحته الفاضيه، ودي يعني كان ممكن لو ما فيش المشاوره دي كان ممكن يحطها له في رجله هنا. أيوة لسه هيلف، لكن هو خدها في المساحه ودي حاجه مهمه. رغم ان اقول لك حاجه، محمد شريف مخطئ في دي برده. محمد شريف كان لازم ياخد اللعيب يرجع بظهره، كان لازم عشان يوسع لقفشه يروح على الجول لوحده. أيوة لكن خلاه السرد باك او الراجل الثاني يمسك يروح يغطي على قفشه. رغم كده لكن قفشه لعب على اللي هي ايه، زي فاكر جوان عماد متعب في الزمالك لما كان بيجيبها بالتوجيه اللي هو يلف ويحطها من رجليه لما يشوف. فقفشه حاطط احساس المكان وحطها كويس. صحيح تصرف طبعا هايل من محمد مجدي قفشه. طيب كابتن بلال الف مبروك، فوز مستحق برغم ان الاداء لم يكن على المستوى المطلوب زي ما قال الكابتن اسامه. بص نختلف او نتفق على الاداء، لكن مهم في اول ماتش للراجل انه يكسب. صح، خاصه انت بتتكلم في سيمي فاينل، دي نقطه مهمه جدا. أيوة النهارده جاي اول مباراه ليا، تمام، بتعرف على اداء اللعيبه داخل الملعب، بشوفهم بعيني، تمام، بقيم بشكل كويس، ممكن يكون الاداء مش افضل شيء، لكن مهم بالنسبه له نفسيا ومعنويا انه يكسب النهارده. صح، انت بتكسب النهارده وصلت فاينل، عندك 21 يوم تفضل تفكر وتشوف وتقرا وتجيب ماتشات الزمالك وتتفرج عليها وتجيب الحاجات اللي فيها مشاكل بالنسبه لهم فنيه وتشتغل على مشاكلك الفنيه، لكن الاهم من كل ده انك بتكسب النهارده. تكسب النهارده ده مكسب معنوي جيد من وجهه نظري. 19 يوم ايه؟ 19 يوم هو الماتش 21. الماتش 21 باذن الله ان شاء الله. الاهم من كل حاجه انك النهارده بتكسب. يعني هو راجل كمان لما يبتدي يدخل في الاجواء وهو بيكسب حاجه مهمه جدا بالنسبه له. ممكن نتكلم عن الاداء مش جيد، اللعيبه يعني بعد الهدف الاول اطمأنت للنتيجه، وبتلعب فريق بتروجيت عارفين ان في اي وقت من الاوقات انا اقدر نسجل لان الفرص المتاحه كانت كتير.
ولكن والظروف برضو ساعدتك، والشناوي انقذ النهارده برضو بنالتي كان ممكن يودي المباراه في حته مش افضل شيء. لكن نخرج من المباراه النهارده بنقول ان دي برضو مباراه كاس، في النهايه مباراه كاس انت مطالب فيها انك تكسب. الاداء الجمالي عليه كومنتس تمام، لكن النهارده بالنسبه لك انا بكسب عشان اوصل للفاينل. هلعب فاينل يوم 21 باذن الله عشان تبقى بطوله تتكتب وتتحط في السي في بتاع الراجل. الراجل النهارده بنشوفه بيغير التغييرات العاديه اللي احنا شايفين. النهارده بيغير، بيطلع محمد شريف، طاهر محمد طاهر، وبيطلع محمد شريف، بيلعب زي ما كابتن اسامه اتكلم في النقطه دي، يعني عدل الكفه يعني نوعا ما. هو واضح ان هو الاسلوب بتاعه هجومي شويه، يعني هو يعني عاجبني الحته دي انه بيدور على الحته الهجوميه، بيدور يعني كسبان 1-0 وبيدور على الحته الهجوميه. عايز دايما يكون بيلعب قدام، عايز دايما يخلق فرص، ودي حاجه مهمه جدا 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 النهارده. لسنا برضو حته ان احنا نشتغل ازاي هجوميا، ازاي نستغل الفرص بتاعتنا. احنا مش معقول كل ماتش يا جماعه هنطلع نقول يعني لو لا قدر الله كان البنالتي جه جون كنا هنعاني بشكل كبير من 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 خد بالك مش من جيل في ده جون، من ان احنا بنضيع اهداف اسهل مما يمكن. ممكن نرجع الفرصه دي تاني بعد اذنك، نرجع الفرصه دي. دي فرصه من ديم فراس زي ما انت قلت يا كابتن، هو واضح ان الراجل اسلوبه هجوم. طبعا بص يا كابتن، اللعيبه في بص اربع لعيبه 1 2 3 4 والخامس بيتحرك علي معلول النازل في مساحات. نعم في مساحات كمان او في مساحات طبعا في فرق. بس ده الكلام اللي قلناه على فرقه بتروجيت انه هيقفل 6-7 لعيبه. بص يا كابتن القلب عامل ازاي في 5-6 لعيبه تمام، بس التحرك هنا جيد. حسين الشحات لعبها بشكل كويس جدا، علي معلول رائعه جدا 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 جدا، شريف الحقيقه يعني بيمينك يعني بيمينك يا شريف في اي حته جول، بيمينه في اي حته جول يعني اي يعني ساقه يعني الانكسبكتد يعني انك انت تلعبها برجلك شمال بصراحه بالنسبه لي انا كراس حرب. ايوه الطبيعي جدا، اصل خد بالك كابتن لو باليمين لو قلشت هتيجي جول، لو قلشت ما انت كراس حرب وانت بتلعب الكوره بتدي احتماليات كتيره للعب. لو لعبتها ببطن رجلي قصادها هتيجي جول ولا لا؟ طب لو فتحت مني سنه هتيجي ولا لا؟ الجون مفتوح على رجله اليمين، الجون كله مفتوح بالظبط، خاصه ان الكره قدامي يا كابتن شريف. عارف الكره لو ورايا هنقول هتبقى صعبه شويه، فاهم قصدي؟ انما الكره قدامي، القلشه لو فتحت بطن رجلك سنه صغيره برده ممكن تخش الجول. طب خليني اسالك سؤال، الفتره اللي بس جاي. عايز اقول لك على حاجه، حتى بالشمال لو هتحطها في الدقيقه، لا بالشمال لو في الدقيقه عاليه جول عاليه كابتن في الدقيقه جول على اليمين ولا على ايه؟ على الشمال في الدقيقة جول. لو حطيتها كده طبعا هي جت في كعب رجله، انما هي لو جت في كعب رجله كانت داخلة. اللفة دي صعبة قوي، صعبة قوي. الشمال حتى كمان عايز بس اقول حاجة كمان، يعني حاجة في التكنيك بتاع اللعبة ده يا كابتن، دايما انت بتبقى حريص بتلعب على في الحاجات اللي زي دي برجلك اللي تقدر تسجل منها الهدف بنسبة 99%. تمام؟ ايوه بنسبة 99%، لأنك أنت ما عندكش عندك الخيارات. بص يا كابتن بص هو يعني عارف والخساره بيمينك يعني هي بيمينه اسهل حاجه بس هي بالشمال مشكلته ما خدتش بطن رجله بالكامل، يا خدت جت كعب رجله. عارف ليه يا كابتن اسامه؟ لان مش دي الرجل الاساسيه اللي بتحرك بيها. صح هي كان عارف لو دي الاساسيه اللي بتحرك بيها هتظبط معاك زي ما انت عايز. يعني هو عامل ايه؟ هو سبق يا كابتن سنك، يعني عارف سبق سنك كوره، يعني هو لو متاخر شويه كانت ممكن تظبط معاه. ده الجول الثاني، الجول الثاني كان كوره ثابته طبعا علي طبعاً معلول. يعني بص هدف من الاهداف الحلوه صح اللي تستمتع بيها الحقيقه، يعني كوره محطوطه في لا فيها بقى جول كيبر، موقف منعم هنا صعب جدا قوي جدا. خد بالك يا كابتن وحاططها في حته يعني فيها توفيق غير طبيعي. يعني فيها دقه تمام اكيد يعني، بس انت عارف الكوره لما بتخش الجول طبعا بتبقى فيها توفيق غير عادي. بص طالع جامب حلو قوي تمام، حاطط الكره في الزاويه البعيده صح، يعني جول حلو قوي بجد، يعني من الاهداف اللي تستمتع بيها الحقيقه. 2 متر و4 من عرض. لا هو يعني كمان طالع فيها بتاع نص متر فوق، هو قاطع بشكل جيد جدا. جول في النهائي اكتر من النهائي كده مع الرجاء، هو مميز مميز جدا جدا عبد المنعم في الحته دي. انا عايزه بس يهدى بس في الحته اللي ورا شويه تمام، هيبقى هيروح في حته ثانيه. يعني عبد المنعم من اللعيبه عنده ثقه في نفسه، بيلعب دماغه كويس. كابتن عادل اتكلم على امكانياته، لعيب سريع بيلعب كوره، بيحب يلعب كوره، محتاج بس يعني ايه يعني عدم الافراط في الثقه بالنفس بالزبط. يعني دي مطلوبه من عبد المنعم، ما تفرطش قوي في الثقه بالنفس. أي. انت سنتر باك، الكلام ده ممكن تكون انت في نص ملعب، لكن انا سنتر باك دايما بلعب بحرص شديد جدا جدا. وارد ان انا اقلش كوره، وارد ان اتزحلق، وارد ان انا اجرقص الكوره تتقطع مني، وارد ان في حد يضغط عليا وانا بحاول الم كوره. يعني الحاجات دي
لازم المدير الفني في ودانه كده يقول له عبد المنعم خد بالك يعني الحاجات الصغيره دي تكلفنا كتير جدا في ماتشات مهمه. لكن النهارده جول رائع جدا جدا. علي معلول يعني انا الاداء البدني بتاعه مش افضل حاجه، لكن النهارده عمل جولين، يعني عمل كره حلوه قوي، عمل وعمل كره شريف حلوه قوي، وعمل الكورنر بشكل رائع جدا جدا. يظل عنده لمسه فنيه حلوه بصراحه علي معلول. يعني بالرغم من ان احنا يعني بنقول انه محتاج يريح شويه، محتاج الفتنس بتاعه يعني مش بس خليني معلش اقول لك حاجه. اتفضل. ماشي، انت داخل على مرحله صعبه جدا. اكيد عندك ماتشات مطالب انك تكسبها في الدوري العام. صح. عندك ماتش الزمالك في النهائي، ده نهائي كاس. صح. طبعا مطالب انك تكسب. صح. لان دي بطوله تحسب لك بطوله، انت اصلا كمان واخد البطوله دي 37 مره، واقرب المنافسين ليك انت واخدها اكتر منه 10 مرات. صحيح. هو 27 مره زمان. فانت في بعض الاوقات مطالب او مجبر ان انت تلاعب لعيب اساسي حتى لو مجبر. في اوقات كتير بتعمل كده. اوقات يعني كتير. ما انت مثلا ايه يعني، انت مثلا محتاج عمرو السوليه في نص الملعب، حتى ولو عمرو السوليه 50% لا انا محتاجه في نص الملعب. ما خد بالك يا كابتن علي معلول ناحيه الشمال نفس الحكايه. بص ما خد بالك يا كابتن ايمن، هي دي انت بتقرر بناء على ايه؟ بتقرر بناء على الماتش نفسه وظروفه، تمام، وبتقرر بناء على اللعيب اللي قاعد بره، تمام. هل اللعيب اللي قاعد بره ده الكواليتي بتاعته لو هو 80% بدني جاهز هيديني مردود الفني بتاعه قد كام في الميه؟ بالظبط. انت برضو في حاجات، في معايير انت بتشتغل عليها. طبعا. وبتحط عليها الفريق. انت مش النهارده انا علي ممكن يبقى مجهد شويه، بس انا الاحتياج بتاعه ممكن في كره ثابته زي ما النهارده واحده، في كره عرضيه النهارده في هجمه زي النهارده عمل واحده ثانيه، دول جولين هدفين محققين. ممكن نتكلم عن الاداء الاداء الدفاعي، نقول ان علي محتاج يقف شويه، تمام، ان هو محتاج يركز شويه. هلاعب ايمن اشرف الماتش الجاي وريح علي معلول. هو لازم برضو انا مع شريف مهما انت كانت يعني مهما كانت الماتشات مهمه، وانت زي ما بتقول في الجونه بيراميدز فيوتشر وثم الزمالك نهائي، انت برضو عندك قايمه فيها 25 او 30 لاعب، انت محتاج اللعيبه الاساسيين جدا. ولكن لو انا قدرت، ما هي دي بقى حنكه اداره المباريات الفتره الجايه، لو انا قدرت ادخل عنصر او عنصرين في كل ماتش وادور بطريقه زي ما شريف بيقول ان حد حسيت ان واحد عايز زي علي معلول ده مهم قوي، بس مش هيقدر يواصل الاربع ماتشات بنفس القوه. ما انا ممكن العبه ماتش والتاني ويجي على ماتش مثلا في يوتشر او زمالك مش قادر خالص او مصاب او لا قدر الله. فهي برضه عايزه حنكه بيدي. امتى بايدي انا يعني بإيدي امتى ادور الحكايه؟ ايوه، امتى اريح فلان ده وامتى ما اريح؟ مش هريحهم كلهم مره واحده طبعًا. بس ماشي طبعا، احنا بنتكلم على بس برضه مش هقدر العبهم كلهم مع بعض في نفس الظروف. عارف يا كابتن اسامه، في نفس الظرف لازم في وقت، لازم في وقت اريح عنصر او عنصرين، وممكن اخليه على دكه البدلاء، احتاجته لعبته، لكن ما احتاجتوش خلاص. فهي دي عايزه برضه يعني اداره في الفتره الجايه للماتشات الاربعه دول. وحاجه مهمه ثانيه يا كابتن، ومين اللاعب اللي انا هنزقه؟ طبعا هستغنى عنه، او مين اللاعب اللي انا هحطه؟ طبعا دي برضه تفرق على حسب برضه البوزيشن بتاعك. يعني انا النهارده البوزيشن زي الميد فيلدر محتاج لعيب الجاهزيه البدنيه اكبر حاجه بالنسبه له او اكتر حاجه بالنسبه له، تمام. فما ينفعش تحط واحد مثلا ايه يبقى فني احسن شويه بدني اقل، لا ده انت هنا محتاج مجهود بدني اكتر بكتير جدا من الاداء والفكر الفني. أيوة. تمام، فبتبقى عايز واحد يبقى جاهز جدا جدا. ما هو حل المعادله دي صعب جدا في الفتره اللي جايه. بص عارف يا كابتن، لا يحلها مين؟ ما هي دي لا يحلها مين؟ ما هو المدير الفني والمساعدين، مدرب الاحمال، مدرب احماله طبعا. اهم واحد عنده. ليه؟ بس الفتره دي صعبه يا كابتن عادل، لان انت ما عندكش وقت اصلا. لا هو واخدها من الماتش النهارده يعني. هو ملبسهم كلهم الجي بي اس النهارده اكيد تماما 100%. طبعا. هو موصل عنده البرنامج بتاعه، هو عاوز يحط ايده على جاهزيه اللعيبه، هيشتغل على جاهزيه اللعيبه مع الانفيت اللي عند اللعيبه اللي تحت واللعيبه اللي فوق قوي، هيعمل الراحه. انت عندك اسبوع هتلعب الماتش الجاي. لا انت ما عندكش اسبوع من دلوقتي، بعد ماتش الجونه. بعد ماتش الجونه يعني هو هيبدا يدخل زي ما اتفقنا، بس هيعتمد اعتماد كلي على استكشافات مدرب الاحمال بتاعه، اللي هو بيستكشف فنيات اللعيبه، تمام، والاداء بيعمل له محلل الاداء، بيعمل له الاداء اللاعبين وكل حاجه. لكن هو هيرتبط بحاجه مهمه، الاجهاد، و
في نص الفرقه في التوب فورم بتاعه والنص الثاني زي ما احنا اتفقنا احنا متفقين بدي. هو عشان يوصل للمهم الماتشات المهمه وعنده بلان هو، عشان كده بقول لك كابتن اهم ما في الجهاز المفترض اللي بيبقى مخطط الاحمال مش مدرب الاحمال، في مخطط احمال وفي مدرب احمال عشان يحط له البلان بتاع الماتشات بتاعه، عشان هيقول له هنا هتعلى امتى وهنا لازم مثلا محمد شريف يلعب له 33 دقيقه الماتش ده، 50 دقيقه الماتش اللي جاي، 60 دقيقه الماتش ده، قفشه يلعب له فتره قد كده، زي ما بتشوف تقسيم الوقت بالنسبه للدوري الانجليزي في الـ في الـ في البوكسنج جيم اللي هو في شهر 12 الاخير او داخل على الماتشات اللي بيلعبوها 8 ماتشات في حوالي مثلا 16 يوم ولا 17 يوم. فبيجي المدرب يقول له انت هتلعب 30 دقيقه، ده مين اللي بيقول؟ مش المدير الفني. فهيبقى عنده الراجل بتاع الاحمال ده عنده الاهم، هيستكشف كل الحاجات دي، هو شغال الاسبوع ده كله هيشتغل الناس اللي مش هتلعب اللي ما لعبتش النهارده خالص، انا متاكد تماما انه هيعمل لهم كان عندنا تدريب لا وهيعمل لهم كمان استكشاف ايه اخبارهم في اللياقه البدنيه بالجي بي اس بالحاجات دي عشان يقول انا عندي ده قد ايه وعندي ده قد ايه. في نهايه القول هو هيربط الحاجات دي المفروض المدرب كلها، بس هو يعني لازم يستعجل بسرعه لانه يعني انا كتبت الماتشات يا كابتن لقيت 15 مباراه انت بتتكلم ولسه مرشح، يعني انت في يوليو بس عنده 8 ماتشات 8 ماتشات اغسطس عنده حوالي ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 8 او 9 وايه كمان غير كاس مصر لو غير كمان. ما هو هيبدا كاس مصر اول بدايه كاس مصر اللي هو دور ال 16 عارف امتى اللي هيلعب في المقصه الاحد 14 اغسطس مظبوط، وغير في دخل ماتش الزمالك 16 ما انت ما كنتش بتحسب ماتشاته انت كسبت المباراه دي فانت هتلعب الزمالك كمان يوم 21 دخل عليك، لما هتكسب ان شاء الله المقصه في الدور ال 16 يبقى انت عندك دور الثمانيه دخل لك ماتش بعدين عندك دور الاربعه. ما هو ماتش الزمالك بتاع يوم 21 كان في نفس لا كان في الاسماعيلي يوم 20 عندك الاسماعيلي يوم 20 النادي الاهلي يوم 21 خلاص مش هيلعب الاسماعيلي يوم 20، فكان مباراه الزمالك بدلا من ماتش الاسماعيلي. بس بص ماتش الاسماعيلي هيتاجل، انت هتلعب السبت 16 يوليا مع بيراميدز، بص تلعب 16 مع بيراميدز وبعدين هتاخد انت دلوقتي هتاخد الزمالك 21 مكان الاسماعيلي وبعدين الحد 24 هتلعب الجونه في ماتش هتلعب الجونه مزبوط. ما هي دي بقى المشكله صحيح. انت عندك عامل الوقت عشان كده الراجل النهارده التدوير اللي قاعد يدور ويفكر على اللعيبه ويشوف اللعيبه والحاجات دي هينفعه قدام، بس اهم واحد عنده في الوقت دي اللي هيريحه اللي هيعمل استشفاء المخطط واللي هيعلي له اللعيبه اللي تحت شويه. صحيح. عشان كده بقول لك الموضوع تدوير اللعيبه ده وحنكه اداره المباريات مين يلعب دلوقتي ومين يقعد يريح وده دي مهمه جدا الفتره الجايه. ما اقدرش انا استمر بنفس اللعيبه في كل ماتش، هتيجي في فتره مش هتلاقيهم مش هتلاقي ثلاث اربع لعيبه منهم الاساسيين بقى انت محتاجهم في وقت معين، فغصب عنك لازم صحيح. يبقى في حنكه في الحته دي. صحيح. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجوم كومار بعد الفاصل، انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف في الفتره اللي جايه الكابتن قاله كابتن عادل قال ان الفتره اللي جايه مهمه جدا 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 وهيكون لمخطط الاحمال دور كبير جدا فيها. اكيد طبعا يعني ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. حاله اللعيبه دي لازم يبقى عندك البديل. ماشي. انت لازم يبقى عندك البديل كويس لعلي معلول. لازم نبين للناس مين البديل. ايمن اشرف. هيضطر يلعب باك ليفت. ياسر ابراهيم النهارده تعور. البديل بتاعه مين؟ هتبص كده هتلاقي مين؟ ياسر رامي ربيعه. ايوه. حمدي فتحي. هتلاقي ديانج. ايوه. كويس؟ طاهر بقى وحسين الشحات ومحمد شريف الثلاثه دول صلاح محسن وحسام حسن وليد سليمان بيرستاو لا بيرسي لسه في مرحله عنده تمزق ف هي دي الحاله اللي انت بتدور فيها. انا اقول لك على حاجه اعتبر نفسي كوتش لازم اللعيبه دي تتحط في مغطس ثلج كلها. طب ماشي انا نتكلم بلدي بقى ماشي مغطس الثلج في اكسجين عندنا الجهاز ده لازم اللعيبه دي كلها
التريتمنت بتاعتها هتبقى على اعلى مستوى، ولازم اللعيبه كمان نفسها تعسكر نفسها. كويس ماشي، بيني وبينك يعني معاك معاك معاك، بس انا عندي كمان حاجه غير البدني، انا عندي حاجه فني، انا عندي اخطاء في الملعب، لا 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 عندي اخطاء في خط الدفاع كويس مثلا كويس. عندي اهدار فرص سهله خط الهجوم، صدقني ما عنديش الوقت. ايمن صدقني عندك مشاكل كتير قوي لو البدني بتاعك واقع، لو مش عارف تفكر، انما انت كلاعيبه في تعامل. هقول لك على حاجه، لاعب واقف على رجله زي محمد هاني وعلي معلول وسوليه على رجله، ده يعمل اخطبوط يعمل رجله كده، وديانج يعمل رجله كده، تلاقي نفسك في الناحيه الثانيه. وانت كسبت الفرق الكبيره ازاي قبل كده؟ معلش بالبدن بتاعك انت واقف على رجلك تلعب الكره بتاعتك، الكره اللي انت تملكها، انت مش قادر تلعب الكره اللي انت تملكها. ليه؟ انك تعبان بيني وبينك يعني. طيب. فلازم الاستشفاء بتاع اللعيبه دي النهارده تلج، ده ما يشوفوش ملعب. أي. تلج كله تلج، ويروح يقعدوا مع بعض في النادي يعسكروا الفتره دي. عايزه معسكر لاعب مع نفسه اولا، لاعب مع قدرته، شكل نفسي وحوارات مع بعض، وتقارب بين الجهاز الفني الجديد واللاعبين دول يا كابتن ايمن. يعني من الجميل ان انا اكتسب صداقات واتعرف على لعيبتي كمدير فني، واخش جوه اللعيبه واتكلم براحتي، وكل واحد يشتكي، كل واحد يقول انا تعبان هنا وده تعبان هنا وده كذا وده كذا. زي ما لعيب بيطلع من الماتش النهارده بيروح للدكتور بيقول انا جالي شد، نعمل الاشعه والبتاع، هتبقى على المستوى ككل. ايوه انا النهارده تعبان وما اعرفش مش قادر اتمرن، هو الكوتش على طول يريحه وتلج وبتاع ويهويه. وهو فين؟ ما هو في النادي برضه يا بلال، وهيروح فين؟ ما هو موجود معايا في النادي. ايوه احمد قاعد يدلك في ده ويعمل في ده، والاجهزه شغاله كلها لراحه اللعيب. بس اللاعب لازم يساعد الفريق ويساعد نفسه، انت فاهمني؟ يعني لازم يبقى في معسكر لنفسه الفتره اللي هي لغايه يوم 26، اللي هو بعد ما تعدي ماتش الزمالك تخش في الدوري وتبقى انت الاول. أيوة. انا عايز اوصل لمرحله ان انا الاول. لو ركبت مش هتنزل، مش انا انزل اطلع بقى. انت لو ركبت غيرك بيتعثر، انت ركبت او غيرك بيلحقك او او او، المهم انت تركب الشكل الطبيعي بتاعك، اللي هم الاثنين بونت الفرق دول لازم تحافظ عليهم. عندك تقدر تنتج يعني الاثنين بونت، ولو تعادلت معاه كمان انت احسن منه. أيوة. بالمقابلات ال ايوه مظبوط. انت كانك بتتكلم على خمسه بونت، المواجهات اللي انت بينك بتتكلم على خمسه بونت. انت بتبحث النهارده على لو ايه، خلي بالك لو بيراميدز ما دخلش معاك في المنافسه. بص هقول لك على حاجه، بيراميدز ذاكر لا ممكن يخش. لا معلش بص هقول لك، معلش كل حاجه يعني خلينا بعيد عن عن مسميات، وندور على نفسنا احنا. صح احنا ندور، لا انا معاك في دي. ندور على شكلنا احنا، اللي هو فاكر الماتش بماتشه. انا كل ماتش بلعبه فاكر لازم اكسبه، الماتش الجاي لازم اكسب، ماتشات كوس الماتش اللي بعده لازم اكسب، ايه المسميات بتاع نهائي الكاس، مين هيلاعبني لازم اكسب. دي وده بقى كوتش كمان جاي عنده بطوله على طول، النهارده حط رجله فيها نهائي، هنا بقى الدنيا كلها هيبقى لها شكل تاني. ففي ريسيفنج عايزين من الصنف ده بتاع الكاس ده ناخده من مين؟ من المنافس التقليدي بتاعك. ف شكل الحياه اللي جايه استشفى لعيبه الكره عارفاه كويس قوي، وكل المدربين اللي عارفينه. أيوة. راجل جه على فرقه خارج حدود الخدمه تعبانه جدا بتلعب كوره 48 ساعه ماتش، والفرقه اصلا تعبانه كلها. حمدي فتحي بيلعب وهو مش مكمل علاجه. ايوه محمد عماد لسه راجع لك، ياسر ابراهيم راح، معلول مش قادر يمشي، بيديك الاسترتش على العضله. ريح بقى العضلات دي كلها، و هتلاقي المباريات اللي جايه فترات 20 دقيقة 10 دقايق، تقدر زي ما كنا كلنا بنقول نستغل الفرص فيها بأي شكل. هتستغل الفرص ازاي؟ بصلاح محسن وحسام طيب التعديل كمان الكابتن شريف قال لك البدني يعني ممكن بصورة كبيرة يصحح الأخطاء، ولكن بدني يعني انك تقف على رجلك صح بدنيا صح. هتلاقي الأخطاء دي قلت في الملعب. يعني مثلا انت كمهاجم مثلا يعني عندك اجهاد زائد عن الحد، فلما تجي لك كوره واثنين وثلاثه ممكن تتصرف بشكل غلط نتيجه المجهود الزائد او انك انت يعني بتعاني بدنيا. فلو ظبط النقطه ديت الاخطاء هتقل.
طبيعي. بص انت في الكوره في شغل بدني، شغل المهاري، فني، شغل الخططي، وشغل النفسي زي ما بيقول، كلهم مرتبطين ببعض. لو انت بدنيا قليل اخطائك تكتر، لو انت بدنيا تعبان. ليه؟ لان مرتبطه بالجهاز العصبي المركزي، وقراراتك بتاخدها من المخ والعضلات هي بتنفذها. مزبوط. فانا لو تعبان مش هتنفذ القرار، بيجي عشان انفذه بيجي غلط، اجي عايز ابصيلك هتلاقيها بصيت في حته تانية خالص من التعب. بيأثر على المهاري والخطط. والمهاري لو انت مهارتك قليله بتأثر على مواقف معينه. دليل على كده في مواقف النهارده في بعض الحاجات اللي انا بقولها اللي هي التفصيلات صغيره. في واحد مثلا باجي اعمل لك التمريره على التسديد، اروح عملها لك ربع خطوه ورا عشان لسه تعدل يكون واحد ضغط عليك، لكن لو انا عملتها لك كنت انت داخل تسدد مره واحده. او واحد بدل ما يلعب كره بينيه الواحد في اتجاه الجون على طول زي اللي هي علي معلول عملها لشريف، تلاقي عملها له ورا قبل ما يوقفها ويعدل يكون، لان دي حاجات مهاريه في التمرير في فكله بيأثر على بعض. فطبعا البدني لو انت تعبان هيأثر على قراراتك طبعا الفنيه والمهاريه والخططيه، وحتى والجهد طبعا هيأثر عليك خططيا. ليه؟ لانك انت لو بدنيا واقع، انا مثلا جناح برتد لغايه قدام الباك بتاعي، او ساعات الباك بيدخل لجوه وانا العب كذا يعني باك مكانه ظهير على الطرف، لو انا تعبان مش هقدر ارجع واسيب بقى مساحات فالملعب يتفتح من، فكلها مرتبطه ببعض. دي نقطه. لكن انا بتكلم على الجزء اللي انت بتقول عليه اللي هو بتاع تصحيح الاخطاء والتعب موجود، وشريف قال الاستشفاء وده مهم جدا. ده طبيعي يعني الف ب. يعني حاجه تانية بيشتغل شغل محاضرات يعني احيانا النظري لوحده ما ينفعش. ما هو انا بقول لك في الاوقات اللي الظروف ضيقه فيها وماتشات ورا بعض هيشتغل مثلا حد بيخطأ فنيا معين بيجيب له لقطاته بيوريها له يقعد معاه مثلا، او المساعدين يقعد مع الخطوط خط مثلا الدفاع ده في التغطيه كذا، برضه لما بيقعد بيشوف وسواء على الفيديو او محاضرات نظريه بالشرح والكلام ده بتدي. ما هو انت بصلح هنا 5% وهنا 2% وهنا 10% بترفع مستوى ادائي. ثانيا في الشغل بين في الايام ولا حتى لو ايام ضيقه بيصلح، بس مش بحمل عالي. أيوة. يعني بيوقف مثلا المدافعين بطريقه معينه تصحيح اخطاء بايه بحمل خفيف او متوسط بوقفات معينه تحركات بسيطه. ففي اساليب كل يعني في اساليب ما بتبقاش كلها زي بعض. أيوة. غير مثلا ما يكون انا في فتره راحه او اسبوع او 10 ايام بين الماتش والماتش، في مثلا احمال عاليه شويه بضغط شديد بمان تو مان مش عارف بدفاع منطقه جامد. فانا اقصد في اساليب لما بتكون الظروف مضغوطه زي الفتره دي. فدي مهمه مع الاستشفاء اللي كانوا الكباتن بيكلموا عليه الكابتن شريف يعني. فكل ده تصحيح للاخطاء، لكن الله يكون في عونهم ان الفتره ضيقه. وزي ما قلنا التالت حاجه كمان في الـ في الـ في الـ انك ترجع الفرقه لحالتها، الحته الجزئيه اللي كنا كلنا بنتكلم فيها اللي هي بتاعه تدوير اللعيبه ومين امتى اريحه عشان اخد منه طاقه اكتر في ماتش تاني. بالظبط. فدي برضو مهمه. الثلاث حاجات دولت هم اللي بيمشوا الامور في الزنقات دي. صحيح. طيب كابتن عادل اتكلمت على دور مخطط الاحمال تمام الفتره اللي جايه. طيب لو استعرضنا الجهاز الفني وفريق العمل المعاون، طبعا مستر ريكاردو مدير فني، ماوريسيو فاش مدرب، كابتن سامي ومصام مدرب، في مخطط احمال مستر بيدرو واخصائي فيسيولوجي، عرفنا المهام بتاعته. طيب في مستر راؤول فاريا مطور اداء، عايزين نتكلم عن دور مطور الاداء غير محلل الاداء. ده دي ممكن تكون وظيفه في جهازه كجهازه هو، لكن هي مش بتبقى في كل اجهزه
ده ممكن يكون المسمى بتاعه هو مدرب احمال، لانه هو في مخطط احمال وفي مدرب احمال. تطوير الاداء اللي هو بينزل يشتغل معاهم في الملعب. انا بتكلم على المسمى. انا بقول لك، ما انا بقول لك كده، ما هو المسمى دلوقتي الاجهزه الفنيه. انت مش بتتعاقد مع الاجهزه الفنيه، مع المدير الفني، ياخد رقم يجيب الاجهزه اللي هي عاوزها. ممكن في مدرب بيجيب 20 واحد يشتغلوا معاه، وممكن مدرب يجيب 5 6، وممكن مدرب يجيب 7. انت فاهمني؟ أي. المسميات اللي احنا بنتكلم عليها على حسب اتجاهات شغله هو، هو بيحب ايه. يعني الوحيد اللي دخل المصري مع مين؟ سامي. سامي مصطفى. سامي دخل كمدرب مساعد او مدرب مع الجهاز الفني، صح؟ يعني انت ذكرته رقم كام؟ 3. 3 حلو. انت ذكرته رقم 3. اي جهاز فني بيبقى معاه رقم 1 ورقم 2 ورقم 3. ممكن يستغنى عن رقم 3 يحط 1. مين الرقم 3 هنا؟ الراجل المسمى بقى، اللي هو انت ما تعرفش مسماه ايه. انت بتتكلم على تطوير الاداء. لا، هو المسمى لما هو قدم الفريق العمل قال لك مستر راؤول مطور اداء. شرحها، قولها لنا كده، شرحها. لا، هو بس هو مطور اداء غير محلل الاداء. مطور الاداء مهمته كتير. محلل الاداء يا ايمن، محلل الاداء. بص بص يا ايمن، انا عايز اكمل. ايمن، محلل الاداء طبيعي مفهوم. لا، هخليك تكملها. مفهوم ده بيجيب الماتشات المنافس او ماتشاتك، وبيحلل التحركات. مزبوط. ده بيطلع كم مره، بيعمل الكورسات من الضربات الثابته اللي بتتعمل في الفرق الثانيه. ده شركات بتعملها. ده عادي، شركات بتعملها زي ما عادل بيقول. صحيح. في شركات. صحيح. متخصصه ممكن تجيب شركه تعملها. صح. هو انا اعتقد مطور الاداء. يمكن احنا كنا بنتكلم ساعات، انت حتى في الاجهزه في الناشئين تيجي تقول ايه، في لعيبه مثلا شايفهم مميزين، بتحاول عايز تزود المهاجمين. هاي. شويه في كرات معينه. او اللي هو بتاع الفردي اللي الفردي انت بتتكلم يعني عليه. ممكن يكون مين اللي بيعملها؟ مين اللي بيعملها؟ ما هو كان بمساعدين. اقول لك حاجه، انا بس انا عاوز اقول لك كلمه. خلينا نتكلم في مسمى اللي الراجل بيقوله هو حر فيه. بمعنى ايه؟ هو ده جهازه. ايوه، بيرتاح للمسميات بتاعه. لكن احنا خلينا نتكلم على اداء كل واحد ووظيفته في الجهاز الفني العادي. فاهمني؟ الجهاز الفني العادي بيبقى المدير الفني هو اللي بيحط الاستراتيجيه عنده، وكل واحد ترس من ضمن التروس بتخش تشتغل في الحته بتاعته. مظبوط. المدرب المساعد والمدرب هم اللي بيمرنوا الفرقه. يعني هم اللي بينزلوا ارضيه الملعب، هم اللي بيمرن. هو ما بيمرنش، هو بيقف يتابعهم. لما بيتابعهم، لانه هو عامل ساعه اجتماع قبل التمرين. ايوه، مدي انا هلاعب مثلا الزمالك الماتش الجاي، عاوز اضغط عليهم من قدام، فانا عايز تدريبي كله يبقى ضغط من قدام. الا فتره بسيطه اللي بيحط الايه التاكتكس بتاعه، ممكن يقول لك هعمل كذا وهعمل كذا، ودول ما يساعدوه. بس هو الطبيعي في الدنيا كلها ان المدير الفني هو كوتش بس. هو بينزل المباراة، هو بيدي التعليمات للمدربين، والمدربين يشتغلوا له في التمرين، وبعدين لما ينزل الملعب هو اللي بيدير بقى كل حاجة. كويس. وبيقول لهم الطريق. أما بقى اللي هو اللي أنت قلت عليه، الوظيفة الجديدة المطور ده، أنا يعني ممكن يكون الراجل اللي هيشتغل في إيه يا كابتن؟ ممكن يطور حياة الإنسان أو حياة اللعيب، زي ما كنا بنتكلم. بمعنى إيه؟ بمعنى ان هو ممكن يبقى عنده نفسي وعنده بدني وعنده فني، يبقى هو معاه كل الحاجات دي. بس هو مين اللي هيشتغلها وامتى؟ هي دي المهم. يعني انا دلوقتي عندي واحد من اللعيبه عاوز اشتغل معاه تطوير اداء. ايوه، هتعامل معاه تطوير الاداء ده على فتره طويله. يبقى تمرينات او 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 جلسات وتمرينات مختلفه عن الفرقه. هيعملها ازاي دلوقتي؟ دي هتبدا من اول فتره الاعداد. مش هيطور اداء في الوقت الحالي. الوقت الحالي انت عندك 16 ماتش في 20 يوم، ولا في حوالي شهر و20 يوم. عندك 16 ماتش او داخل، ممكن يبقوا يرشحوا 19 مباراه. صعب تعمل فيها الكلام ده. مفيش، مش هتقدر تعمل دي. ولكن المسميات اللي انا عايز اقول لك عليها في الاخر، هو
صاحب المدير الفني. طب نروح نشوف مستر ريكاردو سواريز مع زميلنا فاروق صلاح قال ايه بعد المباراه ونرجع لحضراتكم مره. مهم جدا. عايز اعلق من جديد بجد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق بتروجيت بهدفين وصعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه لمواجهه فريق نادي الزمالك في المباراه المقرره اقامتها يوم 21 في اول ظهور رسمي لي على قناه النادي الاهلي واول مباراه فنيا مستر ريكاردو سواريز المدير الفني للنادي الاهلي اللي برحب بيه على شاشه قناه النادي الاهلي. مستر ريكاردو برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي في اول ظهور ليك من خلال قناه النادي الاهلي. مبروك النهارده على الفوز, مبروك على الصعود للمباراه النهائية. Primeira coisa, seja bem-vindo aqui no canal do clube, que hoje é o primeiro jogo que você fez para o clube. Parabéns para a vitória, parabéns também para chegar ao final. Antes de mais, boa noite a todos. Sim, foi importante esta vitória, principalmente para dedicar aos nossos adeptos, porque tivemos um jogo há pouco e não ganhámos e os jogadores queriam muito vencer para dedicar aos nossos fantásticos adeptos. طبعا قبل اي شيء المدرب بيقول مساء الخير للجميع وبنهدي الفوز النهارده لجماهير النادي الاهلي لان اخر مباراه يمكن كان النادي الاهلي ما حققش الفوز فعشان كده النهارده الجماهير اللاعبين كان هدفهم ان هم يرضوا الجماهير بالفوز وعشان كده المدرب بيقول قدرنا نأدي في المباراه من اجل الفوز ونهدي الفوز لجماهير النادي الاهلي. دايما مباريات الكوز بتبقى مباريات فيها مفاجآت, بنشوف فيها يعني المفاجآت دايما بتبقى مباراه خارج التوقعات. النهارده النادي الاهلي بيتجنب هذه المفاجآت, بيحقق الفوز بهدفين, ما بيستقبلش اهداف بدون اصابات وبيصعد للمباراه النهائيه. Normalmente nos jogos das taças acontecem surpresas, que são lesões ou a equipa sofre golos, mas hoje pela nossa sorte que o clube conseguiu próprio a ganhar 2-0 sem sofrer golos e passamos para o jogo final e também saímos sem lesões. Sim, falar agora do jogo, não podemos esquecer que quer o anterior treinador e o nosso colaborador, o nosso treinador adjunto, o Sami, tiveram um papel fundamental para chegarmos aqui, não podem ser esquecidos. قبل اي شيء طبعا المدرب بيقول يعني احنا عشان نوصل للمباراه دي كان في دور كبير للمدرب اللي كان قبلينا وكذلك المساعد كابتن سامي قمصان برضو كان ليه دور ان احنا نوصل للمباراه اللي احنا لعبناها النهارده. ما ينفعش ننسى الادوار دي. Sabíamos que era um jogo difícil contra uma equipa de escalão inferior. عارفين ان هي مباراه الى حد ما صعبه لانها قصاد فريق من درجه اقل مننا. Mas que tenha preocupação de jogar bom futebol, é uma equipa com qualidade e só com grande respeito por eles é que poderíamos evitar surpresas. وكان هدفنا النهارده ان احنا نقدم مباراه جيده يكون فيها كره قدم جيده مع احترام كبير للخصم عشان نقدر نتجنب منه اي مفاجات تحصل اثناء المباراه. Tivemos muito respeito por eles porque sabíamos que eles tinham qualidade. Os meus jogadores foram fantásticos, como eu disse, num contexto difícil. زي ما قلنا طبعا ان احنا احترمنا كويس جدا الخصم, عارفين ان هي المباراه هتكون صعبه والحمد لله مع احترامنا قدرنا ان احنا نقدم مباراه رائعه وقدرنا منها ان احنا نفوز في المباراه ونعبر للمرحله. على الرغم من الوقت القصير مستر ريكاردو هو تمرينين مع الفريق لكن النهارده ابتدت تظهر البصمات, شفنا شراسه في الناحيه الدفاعيه في استخلاص الكوره في الارتداد, دي كلها امور ايضا هنشوفها على المدى البعيد خلال الفتره القادمه. كي اوجي ساو سو دويش ترينوش برافو سي كون ايكيبا ماس كونسيغيموش اوجي افير ا لينيا ديفنسيفا مايز اجريسيفا تامبي ايكيبا فورتي نوش دويلوش بارا نو بيردير ا بولا فاسيو كي ديش كي كون سيرتيزا نو فوتورو فاموش فير كويزاس ميليوريش. سين Nós sabíamos que hoje, eu sabia que não iríamos fazer um grande jogo. Aliás, até acho que fizemos melhor do que aquilo que eu estava à espera. O المدرب طبعا كان على علم ان النهارده مش هتكون المباراه بشكل جيد جدا ولكن بيقول مع كل ده قدرنا ان احنا نقدم مباراه اكتر او افضل بكتير من ما توقعته. A confiança não era a melhor, perdemos o último jogo, entrou um treinador novo com ideias diferentes. Que requer algum tempo, era importante passar confiança aos jogadores e eles fizeram um bom trabalho nesse aspecto, foram muito comprometidos, fomos uma família dentro do campo e isso foi determinante para ganhar. طبعا المدرب بيقول انا بوصولي كمدرب جديد لسه بتعرف على المجموعه ولكن كان هدفنا ان احنا نقدر ندي ثقه للاعبين, اللاعبين يكتسبوا الثقه ومنها نحسس اللاعبين ان احنا اسره مع بعض وان احنا كلنا بنسعى لنفس الهدف وده هيكون بالنسبه لنا حاجه اساسيه جدا من ان احنا نقدر نادي الشغل بشكل افضل برضه وان احنا نوصل لحاجه افضل من كده.
اشكره مستر ريكاردو، نتمنى له التوفيق في المباراه اللي جايه ومشواره مع النادي الاهلي، وانا عارف ان في مؤتمر صحفي دلوقتي، نتمنى له كل التوفيق في اللي جاي. Muito obrigado. E foi importante esta vitória, porque o Ali vai disputar novamente uma final e é muito, muito importante para os jogadores, para o clube, vencer a final. O objetivo foi cumprido, que era o mais importante. Obrigado. طبعا بيشكرك وبيقول ان الحمد لله قدرنا النهارده نحقق هدفنا من ان احنا نفوز في المباراه، نوصل منها لمباراه النهائي، ودي حاجه طبعا يستحقها النادي الاهلي ويستحقها اللاعبون بعد المباراه اللي قدمناها النهارده. وبالتوفيق باذن الله مستر ريكاردو. بوا سورت بارا فوتورو. مويتو بريغادو. مويتو بريغادو. العفو يا فندم. من ده كان لقانا طبعا في ظهوره الاول مستر ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الاهلي. مستمرين معاك يا كابتن ايمن، وبينضم لنا في هذه الاثناء الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي. كابتن سيد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. دايما مباراه الكؤوس بتبقى مباراه صعبه، النهارده فريق بتروجيت فريق يعني مش هنقول فريق في الدرجه الثانيه، لكن لعب مباراه كويسه امام النادي الاهلي، النهارده بتتجنب مفاجات الكاس، بتصعد للمباراه النهائيه مباراه ثانيه بحسابات ثانيه. يعني الحمد لله طبعا، يعني المباراه الاولى مستر ريكاردو وكان مهم جدا برضو في السيمي فاينال اللي انت زي ما قلت يبقى فيها ما يبقاش فيها مفاجآت، وخدنا اللي احنا عايزينه منها ان شاء الله. بعد يومين هتبقى عندك مباراه ثانيه في فصل ثاني في مع الجونه، احنا مسافرين بعد بكره، تراحم اللقاءات وتواليها بيمثل يعني مباريات مختلفه مسابقات مختلفه، فطريقه الفصل مهمه جدا. يعني ان شاء الله الرحمن برضو نكون عند في الميعاد يوم الثلاث ان شاء الله، ونقدر نرجع بالجونه بالثلاث نقط ان شاء الله. سيد النهارده بجانب الفوز في المباراه والصعود للمباراه النهائيه لمواجهه الزمالك، مكسب من المكاسب من اللقاء النهارده عوده محمد عبد المنعم، اعتقد النهارده واحد من اهم المكاسب في اللقاء. الحمد لله طبعا، يعني محمد بقى له فتره غايب وقدر حتى النهارده يجيب الجول الثاني، لكن مع الوقت كل شويه هينضم لك واحد، النهارده بيرجع لك يعني محمد عبد المنعم، ايمن اشرف خد جزء النهارده، حسام حسن بياخد بشكل مستمر بقاله فتره، كمان حمدي فتحي الحمد لله رب العالمين نزل شويه في مباراه سموحه النهارده موجود وبادئ، صلاح موسم متوالي، بعد اسبوع ان شاء الله الرحمن هيكون معانا احمد عبد القادر، وبعديه بيرستاو ان شاء الله. كابتن سيد، دايما النادي الاهلي بيتميز ان اي فرد بيدخل منظومه النادي الاهلي سريعا بيدخل في الاجواء، دور كبير جدا للكابتن سيد الكابتن سامي مع الجهاز الفني في توفير كل الامور، ما تحسهمش ان هم اغراب عن النادي الاهلي. خلينا نقول بس الادوار كلها بقى يعني ربنا يكللها بالنجاح وناخد الثلاث بطولات اللي احنا داخلين فيهم، عندنا بطوله يوم 21، قبلها هيبقى عندنا مباراه مع الجونه يوم 5، وبعدين مع فيوتشر يوم 12، وبعدين مع بيراميدز يوم 16 ان شاء الله. يعني نبقى نجحنا لو ربنا كرمنا بثلاث بطولات ان شاء الله نكون موفقين فيهم باذن الله. يعني هو ده الخيار اللي عندنا وهو ده اللي احنا بنلعب عليه، يعني ايا كانت الصعوبات او ايا كانت المتاعب او ايا كانت تلاحم اللقاءات، عايزين شخصيه من حديد وعايزين فكر من حديد. في اوقات التوفيق هيبقى معاك وفي اوقات مش هيبقى معاك. اعتقد ان من احلى المباريات اللي عملناها هي مباراه سموحه كخلق فرص او ان انت تبقى موجود قدام الجول، لكن ربنا ما كانش رايد. يعني التوفيق هيبقى حليفك بالتاكيد لكل ما انت اشتغلت وكل ما انت اجتهدت. الشغل شغل شغل هو ده اللي انت تقدر تملكه، يعني ايا كان بقى، كان ربنا موفق النهارده فبتشتغل بكره، ربنا ما كانش موفق النهارده فبرضه بتشتغل بكره. يعني رغم ان الوقت كان قصير، لكن خلال 48 ساعه والتدريبين، ايه اللي لمسته من مستر ريكاردو وجهازه المعاون كابتن سيد خلال الفتره دي؟ طبعا يعني التوفيق يا رب يكون حليفه باذن الله، لان ده عنصر مهم جدا في اللعبه. اثنين، هو الراجل مهتم بتفاصيل كتير جدا ودي حاجه كويسه، يعني حتى الحاجات اللي خارج الملعب بيهتم بيها ودي حاجه كويسه، لما هنجمعها ان شاء الله الرحمن هتاثر بالتاكيد. التزام، انضباط، يعني نوع من الجديه والتركيز، ودي حاجات مهمه جدا في عالم الكوره. يعني المباراه النهائيه امام فريق الزمالك مباراه صعبه ومباراه قويه جدا، اكيد تتمنى ان يكون في حضور جماهيري. النهارده بنلعب قبل النهائي ولعبنا دور الثمانيه بدون جمهور، اكيد تتمنى وجود الجمهور في المباراه النهائيه. والله بص، انا النهارده انت بتتكلم 2/7، لسه عندي 19 يوم وفي نفس الوقت عندي ثلاث مباريات قبلها، يعني خلينا ناخد الواحده واحده كده لحد ما نوصل ليوم 21، لان هي بطوله منفصله اساسا. يعني خلينا ثلاث مباريات، الجونه وفيوتشر وبيراميدز، وبعدين نروح للزمالك يوم 21 ان شاء الله. كابتن سيد والتوفيق لك. شكرا. كابتن ايمن، مستمرين معاك وتغطيتنا لهذه المباراه، وواحد من شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن اسامه، قبل ما نروح لكابتن جيف، كان عندك تعليق على حاجه معينه؟
كابتن بلال. كابتن بلال وانت قلت لي بس لا لا انا شامة. انا عندي خليك في جملتين ماشي انا بكلمك على نقطه بس انت كنت لسه ما دخلتش على بلال فانا كنت عايز اتكلم في النقطه دي. هو عايز يتكلم على المطور الاداء. اولا طبعا اكتر واحد يقدر يشرحها هو مستر ريكاردو لانه هو اللي جايب الراجل في الجهاز بتاعه. أي. بس انت بتتكلم على تطوير اداء. ما مقصود بكلمه الاداء؟ الاداء ده في اداء مهاري واداء فني وأداء بدني في اداء تكتيكي خططي مخططي اللي هو التكتيك الخطط. ادي ثلاث حاجات. ما ثانيه صحه كمان وصحه. انا بتكلم عشان كده هو اكتر واحد يقدر يشرح. ثانيا في تعالى في الـ في الـ في الخططي في حاجات فرديه وفي حاجات جماعيه كخطوط يعني خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم وفي حاجات شامله الفريق بقى الخطط بتاع الكوره. فهو في أي جزء مفهوم فيها تطور او تطوير الاداء. بس انا قلت لك انا اعتقد ان هو مقصود بيها انه مثلا لو واحد عنده اخطاء مثلا دفاعيه في التمركز في التغطيه مثلا انه زي في اوقات هيصلح له فيها واحد مثلا الوقفه مثلا حد بيعمل كرات عرضيه مثلا بشكل مش جيد فممكن يبتدي يشتغل معاه انه يطور له الحته دي كويس. فانا اعتقد هو ده مفهوم يعني حاجات التخصصيه لكن هو المسمى مختلف. ودي كان يعني مفهوم في اي جهاز ان المساعدين بيقوموا بالكلام ده او في حتى ناس كانت بتشتغل بمدربين فترات معينه في الشغل دوت ولكن هو المسمى بس هو اللي مختلف. يعني معنى كده يا كابتن صحيا ممكن يكون صحيا كمان يعني هو المسمى معروف ممكن المساعد يعمله لكن ممكن يكون التطوير كمان في حته الايه التحاليل والحاجات دي والحاجات بتاعت والعضلات وقوتها ومش قوتها ممكن يكون بس كده. معنى الكلام يا كابتن بلال ان مطور اداء زي ما قال الكابتن اسامه هيبقى شغله اكتر تخصصي كويس معنى كده انه هيكون مسؤول مسؤوليه كامله عن تلافي الاخطاء اللي احنا بنشوفها. يعني هنشوف الاخطاء دي بتقل هنشوف تطور في المستوى هنشوف تعامل تاني مثلا او تحسن في مستوى الفكر والتعامل في المواقف الصعبه في بعض المباريات او في بعض المواقف. هل ده دور مطور الاداء؟ بص يا كابتن يعني انا وجهه نظري يعني تمام ما اعرفش يعني الامور هتمشي ازاي بس هو مطور الاداء ده مرتبط بالراجل بتاع الاناليسز بتاع التحليل اللي بيجي يقول لك ايه والله النهارده انت عملت مثلا 10 كروس ايوه ماشي تمام عملت منهم 3 7 غلط وثلاثة كانوا صح تمام انت النهارده الثرو باس بتاعتك ما كانتش ادق حاجه الاكيورسي بتاعت الباس مثلا يعني انت النهارده مثلا الباس بالنسبه لك بصيت كام باصه ايجابيه وكام باصه سلبيه كام باصه يعني في العمق وكام باصه بصيتها بالعرض هي دي وبناء عليه تبتدي تشتغل. واحد زي مثلا بيلعب بشماله كويس عنده مشكله في رجل الشمال ما بيلعبش بقى كويس بيلعب يمين كويس يبتدي يشتغل كلها حاجات انديفيدوال من وجهه نظري يشتغل مثلا شريف ما بيلعبش بنعه كويس يبتدي يشتغل عليه وكلها حاجات خد بالك ممكن ما تكونش مرتبطه بالاداء البدني ممكن انك مش يعني انا النهارده لما اشتغل اعمل كروس 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 طول يعني 20 30 واحد في التدريب ما اعتقدش ان هيبقى في حمل عليك يعني فاهم قصدي لما اشتغل شوط لما العب كرات بدماغي على الجول كويس. مش هبقى فيه حمل بدني لما ابتدي اشتغل بشمالي ماشي. تمام لو انا عندي فيها مشكله في الشوط او الكروس لو اشتغل والعكس مين بس هو في شغله لازم هيربط مع مدرب الاحمال ما هو او مخطط الاحمال خد بالك يعني في بعض الاوقات امتى بقى الكلام ده يعني يشتغل في الحته دي لما يكون عندك مساحه من الوقت لكن انت النهارده انا هشتغل لك في الاجزاء الفنيه البسيطه طول ما انت ما عندكش مساحه من الوقت تشتغل فيه لان انا النهارده لو عندي مساحه اسبوع مثلا لا اقدر اشتغل بدني كويس لو انا النهارده مثلا سرعتي قليله لو انا النهارده مثلا عندي مشكله بدنيه عندي الفتنس بتاعي مش افضل حاجه تمام انما طول نثبت الكوره دي عشان ليها عليها تعليق بعد اذنكم ماشي كابتن لا هتلنا من الاول بعد اذنك لا هات لنا الكوره دي من الاول ايمن الاوفسايد يعني ما انا دي كانت يعني دي كانت هتعمل مشكله لان اللاين زمان هنا وقف
هو رفع ورفع فلاعيبه بتروجيت وقفوا. لو ما كانش فيه تسلل والكره دي دخلت جول كانت هتعمل مشكله وهنشوفها مع الكابتن ناصر. ممكن تتحسب يعني مشكله. ماشي يا كابتن بلال. النقطه اللي هي بتتكلم فيها مع بلال على موضوع المطور البدني الاداء ده لازم شغله هيرتبط بالجهاز، لانه انت عادل قال ان المدير الفني هو اللي بيحط الخطه الكبيره ان المساعدين ده بيشتغل كذا وده بيشتغل ده وبيشتغل كذا. يعني لازم ما ينفعش اسامه لازم امثله يعني خلي يعني انا مثلا انا اشتغلت مثلا في جهاز مارتينيو هو كان معايا الراجل بتاع احمال بيقعد هو يقول لنا ده هيعمل كذا مخطط احمال اللي هو مدرب الاحمال مدرب الاحمال اللي كان بيعمل اللياقه البدنيه والحاجات دي. افرض مارتينيو عنده شغل ضاغط مثلا دفاع ضد هجوم بشده عاليه جدا مش لو هو مش مرتب الامور مع الراجل مع الراجل ما عاوز يشتغل شغل مضغوط جامد جدا يرهق اللعيبه قبل الجزء بتاع اللي مارتن نيول هيشتغله. فاللي انا اقصده لازم الرابطه بين الجهاز كله تبقى موجوده. فاكيد مطور الاداء زي ما انت كنت تسال بلال اكيد رابط مع مدرب الاحمال رابط مع مستر ريكاردو نفسه ريكاردو نفسه انه ممكن في اجزاء ساعات هو اللي بيشتغلها في خطط معينه اكيد في كلهم رابطين مع بعض يعني. اتفضل كده. انا بالنسبه لي طور الاداء حسين الشحات طاهر محمد طاهر محمد شريف الراجل بيتفرج عليهم طور الاداء ده والكوتش نفسه بيتفرج عليهم. الناس دي بتعمل مجهود كبير قوي في الملعب عايزين ظبط عارف الدجلاشه قدام طور الاداء يقول له شوف الراجل ده اللي بناحيه اليمين والراجل ده بيشتغل ناحيه الشمال تعليمات ازاي نظم له مجهوده بالنسبه لي انا ازاي نظم له جهوده وازاي اداؤه جوه الملعب اللي هو انتوا اتكلمتوا عنه عادل ال 60 دقيقه او ال 40 دقيقه او ال 50 دقيقه يبقى في لغه تخاطب بين لعيبه معينه محتاجين الشكل ده. هو في سؤال هنا يا كابتن شريف. طب لحظه بس نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع مصطفى معوض لاعب بتروجيت. كابتن ايمن مستمرين معاك وتغطيتنا لهذه المباراه وواحد من اللاعبين المميزين اللي ظهروا في هذا اللقاء بشكل اكثر من رائع وجمعوا حديث مع مستر ريكاردو سواريش واللاعب مصطفى معوض لاعب فريق بتروجيت جمعوا حديث بعد نهايه اللقاء مع مستر ريكاردو سواريش اللي اشاد به في ادائه في هذه المباراه. مصطفى برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي وخلينا احييك النهارده على ادائك على المباراه. قول لي الكابتن هيثم شعبان حضركم وجهزكم للمباراه دي ازاي؟ في الاول طبعا برحب بحضرتك وبرحب طبعا بكل الكباتن الموجودين مع حضرتك في الاستوديو. طبعا احنا كابتن هيثم تقريبا شغال معانا بقاله شهر بس فاشتغل معانا اول ما جه حط بلان ان احنا نشتغل عليها الفتره اللي جايه. ما كانش طبعا باين ان احنا نلعب الاهلي او بيراميدز لان كان لسه دور الثمانيه ما تلعبش طبعا اتلعب الاسبوع اللي فات بس احنا بنحضر من بدري المباراه دي سواء الاهلي او بيراميدز. طبعا النهارده طبعا كابتن هيثم شغال معانا بكل سبل العمل المثاليه. الراجل طبعا كان عايز دايما ان هو بيتكلم معانا طبعا معنوي كتير ان احنا بنلعب اكبر سكواد في افريقيا فدي حاجه دي حاجه طبعا كبيره النادي الاهلي نادي كبير لكن برضو احنا كلاعيبه عندنا دوافع طبعا كل لعيب عايز يعبر عن نفسه كل لعيب عايز لو عنده طموح ان هو يلعب دوري ممتاز يكون متواجد في منتخب مصر طبعا بين الكبار فدي حاجه دي حاجه كويسه طبعا لعيب الكوره دايما شغال عشان النقطه دي. لعيب الكوره دايما يحب مباريات الاهلي يحب ان هو يظهر قدام الاهلي ويلعب قدام النادي الاهلي. على المستوى الشخصي انت يا مصطفى كان تحضيرك للمباراه دي ازاي واكيد بتتمنى طبعا المباراه الجميع بيتابع وبيتفرج على مباراه اهلي وبتروجيت. طبعا زي ما قلت لحضرتك انت بتلعب قطب من قطبين مصر نادي الاهلي وزي ما قلت لحضرتك برضو بكررها من اكبر سكواد في افريقيا وطبعا اول ماتش لمستر ريكاردو. تحضيري انا للمباراه طبعا من وانا صغير واي لعيب كان عنده طموح ان هو يلعب دوري ممتاز ويلعب منتخب مصر ويوصل طبعا للتوب ليفل فدي حاجه الواحد شغال عليها من بدري مش النجاح ما بيجيش من يوم وليله زي ما حضرتك عارف النجاح بيجي من شغل متراكم وفي نفس الوقت ربنا طبعا بيكافئك في الوقت المناسب فده من وقت وانا صغير طبعا من خلال لعب مثلا في اكاديميات ثم تدرج في الناشئين ثم التدرج للفرق ثم الفريق الاول ثم ده كله نتاج شغل ونتاج تعب كبير وربنا بيكافئك في الوقت المناسب طبعا وربنا دايما بيدي لصاحب العطاء الكبير وصاحب المجهود طبعا. عايز اخدك بقى لنقطه مهمه جدا عقب نهايه اللقاء في حديث جمع بينك وبين مستر ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الاهلي عايزين من خلال قناه النادي الاهلي تحكي لنا ايه اللي حصل وايه الحديث اللي دار بينك وبين مستر ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الاهلي. انا طبعا خلصت المباراه ودخل طبعا غرفه اللبس مع زمايلي فمستر ريكاردو كان جاي بالخلف هو طبعا المترجم
فنادى عليا من وكلمني من خلال المترجم اللي معاه، فاتكلم معايا كويس وكده وقال لي اسمك ايه، طبعا عرفته بنفسي، قال لي كويس النهارده وشدها لك في اللي جاي وربنا يكرمك، من خلال المترجم طبعا وصل لي الكلام بتاعه، قلت له طبعا مبروك عليك النادي الاهلي وربنا يكرمك في اللي جاي وان شاء الله تحقق معاهم نتائج مرضيه وتوصل اللي حضرتك محتاجه يعني باذن الله، وهو اتكلم معايا وقال لي شد حيلك انا تابعك الفتره الجايه باذن الله، وبس ده الحوار اللي حصل، وان شاء الله زي ما قلت لحضرتك شرف لاي حد طبعا طبعا شرف زي ما قلت لحضرتك لاي حد انه نلبس شيرت النادي الاهلي، فمفيش حاجه بعيده عن ربنا وكل يجيبه ربنا كويس طبعا، بس احنا طبعا ما نفضلش قاعدين طبعا، لازم نشتغل والشغل والكفاح مفيش حاجه بتيجي بالسهل يعني. حلم من احلام حياتك تلبس قميص النادي الاهلي؟ والله طبعا حلم لاي لعيب بيلعب انه زي ما قلت لحضرتك اكبر سكواد في افريقيا واكبر نادي في افريقيا كاهلي كقطب من قطبين الكره المصريه، فشرف لاي حد طبعا الهلال في عيننا الحمراء، وانا طبعا ده كله مش نتاج تعب انا بس، ده بالعكس ده تعب من خلال تعب الفرد، من خلال تعب المجموعه كلها، من خلال زمايلي في الفرقه كلهم طبعا لعيبه محترمه ويستحقوا يلعبوا دور ممتاز، من خلال طبعا الجهاز الفني بقياده كابتن هيثم شعبان، من خلال طبعا مجلس الاداره اللي عمره يعني شغال دايما معانا دعم مادي ومعنوي غير طبيعي، يعني بحب اشكرهم وانا متواجد مع حضرتك. طبعا كبتروجيت شغالين سلسله مترابطه، مجلس الاداره مكونه من اول حلقه طبعا عده حلقات مترابطه، مجلس اداره والجهاز الفني والطب والاداري واللاعبين وطاقم العمال طبعا، فدي حاجه كويسه وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. شكرك يا مصطفى ابو توفيق في اللي جاي. ربنا يعزك. شكرا. كابتن ايمن، دي كانت كواليسنا ولقاءاتنا عقب نهايه مباراه الاهلي وبتروجيت وفوز الاهلي على فريق بتروجيت بهدفين مقابل لا شيء وصعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه لمواجهه فريق الزمالك يوم 21/7 بمشيئه الله. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في المباراه القادمه باذن الله. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن عادل، اخيرا قبل ما يطلع فاصل كان عندك تعليق على كابتن شريف. سؤال، هو احنا ليه بقالنا فتره كنا بنتكلم على الاجهاد بتاعت لعيبه النادي الاهلي؟ مش بقالنا فتره طويله من حوالي 3 شهور مش عارفين يعني اكتر من 3 شهور هو اكتر ومش قادرين عليها عشان عندنا مشكله كبيره قوي. احنا دي السنه الثالثه يا كابتن بتلعب مباريات اكتر من الانديه، انت لاعب كاس عالم للانديه ولاعب واصل لغايه نهائي كاس لا نهائي كاس افريقيا انت بتلعب نهائي كاس افريقيا لغايه نهائي كاس افريقيا 12 13 مباراه واكتر يعني 25 مباراه او غير لعيبتك معظمهم لعيبه منتخب، فالله يكون في عون النادي الاهلي في الفتره دي عشان كده ان شاء الله احنا معاهم يظبطوا نفسهم في حته الاحمال وفي حته الاستشفاء يا رب. كابتن شريف، رجل مباراه اليوم. نقول الحمد لله على السلامه لمحمد عبد المنعم. انا عجبني الهدف، هدف كويس قوي وقفشه، يعني انا بين قفشه وبين محمد انا هديها لقفشه. ماشي كابتن اسامه. يعني انا برضو مفيش حد واضح قوي النهارده يعني بوضوح، لكن هو زي ما شريف قال فعلا هي بالنسبه لي برضو نفس الشيء، محمد ابراهيم وقفشه، محمد عبد المنعم وقفشه، يعني اديها لقفشه يمكن جاب جون حلو وفي اخر تلت ساعه اتحرك شويه وعمل كام كوره حلوه يعني، لكن مفيش حد واضح قوي بالنسبه لي يعني. كابتن عادل، يمكن انا اديها لمنعم علشان الهدف اللي جابه ده متمرس عليه دايما وبيجيبه، جابه في منتخب مصر وجابه في النادي الاهلي، التكنيك بتاعه والعلو والحاجات دي عمل واحده بعديها برضو لا وبعدين صراحة. وبعدين هو يعني راجع من الاصابه والحاجات دي فاديها لمنعم النهارده. كابتن بلال، تديها لمين؟ انا اديها لاثنين الحقيقه مش واحد بس النهارده. اديها للشناوي تمام، واديها لمحمد عبد المنعم. الشناوي نقطة التحول في الماتش الحقيقة من وجهة نظري ركلة الجزاء للمهدرة تمام، ودايما احنا تعودنا لما يبقى في واحد كارف ونازل فترة وتلاقيه تألق لازم تديله حقه. صحيح تمام. الشناوي النهارده بركلة الجزاء الحقيقة يعني حط المباراة في نصابها الطبيعي، ومحمد عبد المنعم يعني عشان نراجع بقاله فترة كبيرة مصاب بعيد، النهارده تيك اوف رائع جدا، توجيهي رائع جدا، فأنا هي مناصفة ما بين الاثنين. صحيح، وأنا أديها لمنعم ويبقى الكفة تنزل لمنعم شوية. ماشي وش الناوي برضه. طيب نروح لفاصل ونرجع بعد فاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس الحديث عن الحالات التحكيميه. ارجوكم انتظرونا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بيك، منورنا. الله يخليك يا كابتن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي ونجومك الكبار الكابتن شفيع عبد المنعم، الكابتن اسامه عرابي، والكابتن علي ابو رحمن، والكابتن احمد. نور يا كابتن. نور خليك. الله يخليك. مبروك النادي الاهلي كابتن ايمن في البدايه، وهارد لك لنادي بتروجيت. خلينا نروح للتحليل على طول. هي مباراه سهله تحكيميه كابتن اسامه، يعني مفيش ضغوط على الحكم فيها، يعني الروح اللاعبين داخل ميدان اللعب، الاجهزه الفنيه، كل الحاجات دي مريحه الحكم في ادارته لهذه المباراه. ولكن المفاجاه كابتن ايمن ايه هي؟ الحكم الدولي محمود دجي حكم دولي. خلي بالك دي اول مباراه يديرها لنادي الاهلي، ما بتفوش كتير. اول مباراه، اخر مباراه لعبها كانت في كاس الرابطه تقريبا 13/1/2022 بالظبط كده، تبقى قالوا فوق الخمس اشهر اول مباراه يديرها لنادي الاهلي هذه المباراه. فخلي بالك لما يبقى حكم دولي ويروح للاهلي بعد خمس اشهر، رغم ان هو عمل مباراه كويسه، ولكن هتحس بردك ان هو مش في الفورمه قوي، ولكن هو النهارده ادى مباراه كويسه، عمل لعبه كويسه قوي قوي قوي. احمد بلال لو هنفتكر فيكتور جوميز في مباراه النادي الاهلي والوداد، لو تفتكر لما المساعد اشار على تسلل، ايوه، وبعدين خبره فيكتور جوميز عمل ايه؟ خلى اللعب يستمر. مظبوط. والكره جت هدف، لما رجعوا للفار لقوا ان ما كانش في تسلل واحتسب الهدف، ودي حاجه جميله جدا جدا. المساعد رفع وهو فكر، يعني هو كان هيصفر بيفكر شويه، قال لا انفراد، فقال لك لو انا صفرت يبقى قتلت اللعبه، لو جت منها هدف يبقى انا حرمت النادي الاهلي من هدف. هو خلى اللعبه تواصل في الحقيقه طبعا، وكان يعني ليه رؤيه كويسه جدا، وفعلا حصل منها هدف، ولكن لما رجعوا للفار، الفار طبعا اكد كلام الحكم المساعد. هنشوف من خلال الحالات، بعض الحالات في حالات ايجابيه، وبعض الحالات ما يجب تطويره في اداء الحكم، واحنا هنا من خلال قناه الاهلي بنجيب الحاجات اللي هي الايجابيه وما يتم تطويره لاداء الحكم بلال. يعني مش بننقد الحكم عشان هو وحش، ولكن احنا بنقول له ازاي تطور من ادائك في هذه الحالات. هنا محمود ناجي الحكم الدولي موجود، ومعاه هاني عبد الفتاح حكم دولي ايضا، مساعد رقم واحد، احمد سيد تلاوي الحكم مساعد رقم اثنين، وعاطف حسين الحكم الرابع، كان على تقنيه الفار، كان موجود طارق مجدي وشريف عبد الله. نروح للحاله الاولى سريعا كده ونشوف. هو هنا الحكم قريب جدا جدا وبيشاور بايديه، مفيش مخالفه، نشوف هل في مخالفه ولا مفيش. هتحس ان احنا هنضرب بلال، هنا ماسك وهنا ماسك، يعني الاثنين ماسكين، مفيش حد صراع على الكره، مفيش مخالفه، وبالتالي هنا حتى في اخر خالص لاعب البتروجيت هو اللي شد وخد لاعب نادي الاهلي. هنا الحكم خلى اللعب يتواصل، وقرار طبعا قرار صحيح، لا توجد هنا اي مخالفه في هذه الحاله. الحاله الثانيه، وهنا لاعب بتروجيت بيحاول يدخل وبعدين بيبحث عن حاجه يعملها، وهي السكوت ليه، يعني يخلي الحكم، ممكن الحكم ممكن هنا يحسب ركله جزاء، ولكن هنا شايفين هنا السكوت، هنا سكوت مصطنع، لا توجد مخالفه ولا اي احتكاك من لاعب نادي الاهلي. نرجع تاني ونشوف ان اللاعب هو اللي دخل بين اللاعبين ثم سقط بدون اي داعي. وقلت هنا كان محمود ناجو قريب ايضا واشار باستمرار لعبه، والفار تقريبا اكد على القرار، وهنا لا توجد مخالفه داخل صندوق النادي الاهلي. الحالة الثالثة، أيضا محمود ناجي قريب وبيبحث وبيشوف ثم أطلق الصافرة باحتساب ركلة جزاء. شوف الزاوية الأولى هنا، مش موضعها حاجة خالص. نشوف الزاوية الثانية أيضا، هنا هنلاقي هنا اللي مش موضحة هل في مخالفة ولا لا. الزاوية الأخرانية هنشوفها هنا، ونشوف هنا محمد هاني بيحاول يلعب كابتن بلال ولم ينجح في لعب الكرة، وبالتالي هنا في ركل وركلة جزاء صحيحة لنادي بوترجيت. طبعا هنا يعني محمود ناجي انا مشيت بيه، الحكم بيحاول يستكشف الخطأ وتفاصيله، وبالتالي هنا كان قراره كان قرار صحيح في هذه الحالة، وانا طبعا بحييه على هذه الحالة اللي هو ادار فيها المباراة وصفر بدون تردد في ركلة الجزاء. الحالة بعد كده، هنا كابتن شريف عبد المنعم كان بيكلمنا على حالة مهمة جدا جدا. ستوب كابتن شريف، احنا بنتكلم هنا هذا اللاعب يعني بيعطل، صح؟ ولما نعد هنا كام لاعب من هنا، ادي واحد
2 3 4 5 6 من نادي بتروجيت. الشناوي هنا لعب ولعب للاعب نادي الاهلي اللي هو كان في نص ملعب جبلال، عنده امكانيه ان هو يعمل فرصه هجوم واعد. وبالتالي هنا اولا بقول لمحمود ناجي، انت محمود اولا صفرت، كان يجب طالما صفرت تدي بطاقه صفراء نتيجه ان هنا عطل اللعب، ولكن انت صفرت وقتلت الهجمه اللي هي كانت رايحه النادي الاهلي، وبالتالي لم تشهر البطاقه الصفراء المستحقه للاعب بتروجيت في هذه الحاله، لان هنا تعطيل مش تعطيل كده، لا تعطيل، وممكن كان يبقى فيه اصابه للشناوي في هذه الحاله. يلا شوف هنا تاني اهوت، والشد موجود والجذب، لازم هنا يبقى فيه انذار يا محمود، ما ينفعش. المباراه سهله اه، ولكن هنا شخصيه الحكم لابد ان هي تكون موجوده في هذه الحاله. الحاله بعد كده ستوب. هنا بقى اللي احنا بنتكلم عليه كابتن، هنا مساعد احمد التلاوي، هو هنا احمد اشار بتسلل. نرجع تاني بس لحظه اللمس ونشوف. طب خلينا نمشي اللعب الاول ونشوف اللعبه هتروح ازاي. محمود ناجي هنا وقف سنه وبعدين لقى انفراد هنا، الصفاره ما طلعتش خلي بالك لحد دلوقتي، وجون زي ما قلت انا. هنا هو بيكرر حاله فيكتور جوميز. انا بحيي محمود ناجي في الحقيقه طبعا، وبحيي المساعد ان هو رفع فيه تسلل، ولكن ماذا لو اللاعب النادي الاهلي مش تسلل؟ بالظبط، يعني لو كان الحكم صفر تمام عادل خلاص اللعبه انتهت، ولكن كون ان هو يخلي اللعبه تواصل هنا مفيش مشكله، ما في فار موجود، هرجع للفار وهحسب الحاله. حصلت في ماتش الاهلي والوداد، والاهلي فاز 3-0 بهدف كان تقريبا مروان محسن في هذه الحاله بلال. مروان محسن في القاهره الهدف اللي جاب مروان محسن في الوداد كان نفس الحاله ديت فيها. طبعا بشيد بالحكم وشيد بالحكم ساعد في هذه الحاله اللي هم ادوا فيها بشكل جيد. الحاله بعد كده بنشوف ستوب. محمود تاني انا بقول لك هنا دي حاله لابد ان يكون فيها بطاقه صفراء. هنشوف هنا هنا برافو يا كابتن مظبوط كده، هنا الشد صح. يعني عايز اقول ايه، الشد ده شد واضح، وهنا منع اللاعب ان هو يروح يعمل بلال فرصه او هجوم واعد. نرجع تاني ونشوف، نرجع ونشوف تاني من اللايف، نشوف هنا هل اللاعب ده عنده امكانيه ان هو يعدي. شوف هو هنا لولا المسكه ديت كان راح، وكان عنده فرصه ان هو يعمل بالعرض او يعمل دريبل ويعدي وهكذا. فده انذار يعني صحيح، كان لابد ان هو محمود يشهره، ولكن للاسف هو خلى اللعبه توصل وحكم صفر على المخالفه فقط. الحاله اللي جايه ونشوفها هنا تسلل، ونشوف هاني عبد الفتاح هل القرار سليم ولا لا، ونشوف لحظه التمرير، وهنا نشوف فعلا التمركز وحاله دقيقه جدا جدا. ودي الحاله الاخيره بشيد بيها بهاني عبد الفتاح، كان قراره كان قرار صحيح. دي كانت اخر حاجه كابتن ايمن، قلنا مباراه سهله، نتمنى في المباراه الصعبه نشوف تحكيم جيد يا كابتن باذن الله ربنا. شكرا جزيلا يا كابتن ناصر، امتعتنا كالعاده. الله يخليك. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وبتروجيت في الدور قبل النهائي لكاس مصر 2021، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0 وتاهله للمباراه النهائيه لكاس مصر 2021. الف مبروك للنادي الاهلي، وباذن الله بالتوفيق الفتره القادمه الصعبه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم شكرا يا كابتن، شرفتنا وامتعتنا كالعاده. كابتن نورت والكباتن نوروا، مبروك وعقبال الماتش الجاي ان شاء الله. الله يخليك كابتن. كابتن عادل عبد الرحمن شكرا يا كابتن، شرفتنا. شكرا يا كابتن، عقبال الكاس 21 ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه عربي شكرا يا كابتن. شكرا والف مبروك وعقبال الماتشات الجايه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن بلال الف شكرا يا كابتن، امتعتنا. ربنا يخليك كابتن، مبروك للنادي الاهلي. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.